تتكون الأعاصير في مناطق ذات ضغط جوي منخفض، وهي قادرة على إحداث دمار يفوق بعشر مرات ذاك الذي أحدثته القنبلة الذرية في هيروشيما. ويتكون الأعصار الذي يعد ظاهرة صيفية فوق المياه الدافئة عندما تكون حرارة المياه 26 درجة مئوية وما فوق، وعندما تتوفر كمية كافية من الرطوبة في الجو. ومع ملامسة مياه البحار الدافئة يسخن الهواء ويتمدد ويرتفع إلى الأعلى، ما يؤدي إلى هبوط الضغط الجوي، وينجذب الهواء البارد بشكل حلزوني ليحل مكانه. يكون هذا الهواء غير المستقر مشحوناً ببخار الماء الذي يشكل سحباً وعواصف تزيد حدتها بحسب الحرارة والرطوبة. وتنتقل هذه العواصف الاستوائية بسرعة 30 كيلومتر في الساعة من الشرق إلى الغرب بشكل عام، ويتراوح قطرها بين 300 متر و 1000 كيلومتر، وقد تدوم أسابيع وتقطع آلاف الكيلومترات. وتصنف الأعاصير إلى خمس درجات بحسب مقياس سافير سيمبسون، فتفوق سرعة الرياح 117 كيلومتر في الساعة في أعصار الدرجة الأولى، في حين تهب رياح عاتية تزيد سرعتها عن 250 كيلومتر في الساعة في أعصار الدرجة الخامسة. أما منطقة المركز أو عين الأعصار فتكون هادئة لدرجة أن العصافير قد تحلق فوقها. وتتراجع حدة الأعصار ما أن يلامس اليابسة أو عندما يتواجد فوق المياه الباردة. تجدر الإشارة إلى أن بعض العلماء يعتقدون أن الزيادة في عدد الأعصير وحدتها قد تكون مرتبطة بظاهرة الاحترار العالمي.